بعد ساعتين من وقوع الجريمة تمكنت فرق المنطقة الأمنية الثانية ببني مكاد بطنجة من إلقاء القبض على المشتبه فيهما في قضية تتعلق بسرقة محل للمجوهرات ترتب عنها وفاة صاحب المحل بعد تلقيه لضربة قاتلة على مستوى العنق. تم استرجاع كل المسروقات وكذلك تم حجز أداء الجريمة، فالعملية الأمنية تمكنت كذلك من تحديد ظروف ملابسات النزيلة. المعي الأمر تحت الحراسة النظرية وتحت إشراف ديال السيد وكيل عام متبع مراحل البحث، ومن بعد ما يستكمل إجراءات ديال المسطرية في النزيلة غيتحل جميع الجهات القضائية المختصة يتلقوا الكلمة ديالها فيها. المعلومات الأولية للبحث تفيد أن المشتبه فيهما قام حوالي الساعة 8 من مساء يوم أمس الاثنين بتعريض صاحب محل للمجوهرات للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، نجم عنه وفاة الضحية قبل أن يستولي على كميات كبيرة من الحلي والمجوهرات المعروضة للبيع داخل المحل. المشتبه فيهما أحيل عشية اليوم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل استكمال إجراءات البحث والتحقيق قصد الوصول إلى كافة المشاركين في هذه الجريمة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة بطنجة.